ما الحكمة من الوضوء أثناء تناولنا للحم الجزور وهل جميع اللحم وما يختص به من الإبل عليها وضوء نعم كل أجزاء الجزور من الإبل فإذا أكله الإنسان وهو متوضي فإنه ينتقض وضوءه فلا بد من تجديد الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم نعم